طيب دلوقتي انا هشرح طريقة للتعامل مع الكويز، الاونلاين كويز على البلاك بورد، عشان طبعا واضح ان الدنيا كلها تبقى معظمها اونلاين، فعشان بس نقلل عدد المشاكل وان احنا نلغي المشاكل اللي موجودة في التعامل مع الاونلاين كويز. تمام. مبدئيا انت بتدخل على البلاك بورد بتاعك، كستودنت في حاجات بتظهر لك انت كستودنت وفي حاجات بتظهر لنا احنا كانستراكتور يعني. فبندخل على الكونتنت. ان جنرال انت لازم تاخد من الانستراكتور بتاعك هو هيحط الكويز فين على البلاك بورد. هل هو هيحطه كده زي مثلا ويك 1 حاجه في الاول خالص، حاجه ظاهره يبقى موجود حاجه اسمها كويز 1، ولا هيبقى جوه فولدر معين من الفولدرز اللي موجوده؟ فلازم اول معلومه تعرفها عن الاونلاين كويز او الاونلاين ميد تيرم او اونلاين اي حاجه تعرف هيبقى مكانه فين، اللينك بتاعه ايه. خلاص، يا اما يديك لينك يا اما يقول لك هو هيبقى مكانه فين بالظبط، يبقى موجود جوه الكونتنت ولا يبقى موجود جوه مثلا جنرال فايلز، وموجود فين. طبعا جنرال فايلز دي فولدر موجود تبع الالكترونكس، بس لازم اهم حاجه معلومه تعرفها الكويز بتاعك يبقى موجود على البلاك بورد فين بالظبط، او ايه هو اللينك بتاعه. يا تاخد اللينك يا تاخد الباص بتاعه او هو بقى موجود فين بالظبط في الكونتنت. بالنسبه للالكترونكس ان جنرال ليه، عشان بس ما يحصلش لخبطه، هنحط دايما اي تيست او اي كويز يبقى موجود جوه الجنرال فايلز. تمام. فدي اول حاجه محتاج تعرفها، انت تبقى عايز تعرف الكويز هيبقى موجود مكانه فين بالظبط، واسمه يعني اسمه اونلاين كويز 1. تمام. فانت المفروض تدخل على اونلاين كويز 1 عشان ممكن يكون في اونلاين كويز 2 اونلاين كويز 3، فعايز تعرف الباص بتاعه بالظبط او اسمه ايه بالظبط. خلاص، دي اول حاجه. طبعا في حاله لما يكون الكويز انت دلوقتي داخل في وقت ميعاد الكويز، اللينك ده بيبقى ظاهر لك. تمام. ولما بتكون داخل في ميعاد الكويز لسه ما بداش فيه، كلمه اونلاين كويز 1 دي ما بتبقاش موجوده. يعني انت ممكن تبقى عارف الباص عادي، ممكن تبقى عارف الاسم كل حاجه، بس لما تيجي تدخل ما تلاقيهوش. ليه ما لاقيهوش؟ لان انت داخل في ميعاد الكويز لسه ما بقاش شون للطلبه، ما بقاش معروض للطلبه. فتاني معلومه محتاج تعرفها، الكويز هيبدا شون للطلبه الساعه كام، او الكويز هيبدا الساعه كام. تمام. فتاني معلومه المفروض تعرفها ان انا اقول لك مثلا الكويز هيبدا الساعه 10. خلاص. فانت طول ما الساعه لسه ما جاتش 10 فانت مش هتلاقي اللينك ده موجود خالص، هتلاقي بالنسبه لنا هيبقى ظاهر عادل ان انا الانستراكتور، بس انت كطالب مش هيبقى ظاهر. خلاص. فتاني معلومه محتاج تعرفها ان انت تعرف الكويز هيبدا الساعه كام بالظبط. فالباص اول حاجه، تاني حاجه الوقت بتاع الكويز هيبقى متاح على البلاك بورد الساعه كام. فبفرض يعني ان الكويز متاح الساعه دي او في الوقت اللي انا بعمل فيه التسجيل، وهكليك على الاونلاين كويز. اولا المفروض في الجنرال يعني يبقى انت عندك شويه معلومات عن الكويز قبل ما تدخل. الكويز مدته قد ايه؟ هل الكويز هيبقى كله ام سي كيو ولا لا؟ هل هو في فيجرز؟ الاسئله اللي هتتحل هتحل كلها على النت، ولا في حاجات محتاجه ان انا سبميت فايلز فيها؟ فلازم تبقى عارف معلومات شكل الكويز هيبقى عامل ازاي، مفيش حاجه اسمها مفاجاه. خلاص. طبعا الام سي كيو لو الدكتور قال لك الامتحان فيجرز وجي ام سي كيو، فالام سي كيو سهل، مفيش حاجه، انت مفيش مفاجاه في الموضوع ده، هو كده بيديك كادو يعني. لكن لو كان قال لك الامتحان كله ام سي كيو وبعد كده جه فيجر، تبقى عندي مشكله. فانت محتاج تبقى عارف ازاي تتعامل مع الفيجرز، الاسئله الفيجرز اللي تيجي في الامتحان. هل هتبقى عايز تكتب الخطوات؟ هل هتبقى عايز تكتب الخطوه النهائيه بس؟ ولا عايز تعمل اتاش فايل؟ فلازم طبعا الحاجات تبقى واضحه قبل ما تدخل الامتحان. يبقى ايه هو الباص بتاع اللينك بتاع الكويز؟ ميعاد اللينك، يعني الميعاد بتاع الكويز ده هيبقى الساعه كام، امتى اللينك ده هيبقى شغل في البلاك بورد، والانستراكشنز الخاصه بالكويز، الكويز مدته قد ايه، الكويز عباره عن ام سي كيو ولا فيجرز، محتاج الفاينل انسر بس ولا لا، محتاج الستبس ولا لا، هل في فايل هعمله اتاش ولا لا. كل دي حاجات المفروض تبقى انت عارفها قبل ما تدخل الامتحان.
تمام. دي كده تالت معلومة مهمة المفروض تعرفها عن الكويز بتاعك. طبعا الكويز بتاعنا اللي احنا خدناه كان مدته ساعة 60 دقيقة. بعد ما بتخلص خالص بتعمل سيف، بتتك على سيف اند سبميت. تمام. طبعا لو انت خلصت يعني ال 60 دقيقة خلصوا وانت ما عملت سيف اند سبميت، بيحصل حاجة اسمها فورس سبميشن، يعني كده كده هو هيعمل سبميت من غير ما انت تعمل سبميت. يعني لو 60 دقيقة عدوا وانت ما كانش عندك وقت تلحق انك تعمل سيف اند سبميت، ما تقلقش هو كده كده هيعمل سبميت. لكن طبعا لو انت قفلت البراوزر او عملت اي حاجة تانية يبقى انت كده خلاص. ف ده بالنسبة لوقت الامتحان ووقت ان الـ ان الـ امتى تعمل سبميت. تعمل سبميت لو خلصت، تتك على سيف اند سبميت لو خلصت قبل 60 دقيقة. لو ما عرفتش تخلص قبل 60 دقيقة هو غصب عنك هيكليك على سيف اند سبميت وينهي لك الكويز. تمام. حصل بقى وانت قفلت البراوزر، مش هينفع انت تخش على الكويز. ده في حالة طبعا لو ما فيش الكويز ما بيعملش الاو مالتيبل اتمبتس، يعني لو انت مسموح لك تدخل على الكويز مرة واحدة بس يبقى انت كده خلاص. لو عملت قفلت البراوزر مش هتقدر تدخل على الكويز تاني. لكن لو الكويز دي برضو معلومة محتاج تعرفها، هل الكويز بيسمح بمالتيبل اتمبتس ان انت تقدر تدخل على الكويز الله تاني؟ أكبر الله. ان انت تقدر تدخل على الكويز تاني دي برضو معلومه محتاج تعرفها. بس جنرالي كل كويز في العادي اي اونلاين كويز بقاله اتمبت واحده بس. تمام. ف تاني محتاج، تالت معلومه محتاج تعرفها الانستراكشنز الخاصه بالكويز. الكويز مدته قد ايه؟ لازم بعد ما تخلص تعمل سيف اند سبميت. لو ما خلصتش في خلال 60 دقيقه هو هيعمل سيف اند سبميت لوحده. لو قفلت البراوزر او اي حاجه انت كده ضاع عليك الامتحان. الحاله الوحيده اللي ما يضيعش عليك فيها الامتحان ان انت لو كان الامتحان مسموح له مالتيبل اتمبتس، لو انت الامتحان مسموح ان انت تدخل تشوف موديل تاني من الامتحان. طبعا لو الامتحان كان صعب عليك او لو انت كنت قفلت البراوزر. طبعا كل دي حاجه بتفيد الدكتور، وجنرالي بتبقى هو اونلي وان اتمبت لكل الامتحانات. الديو ديت ده بقى مختلف خالص عن دي معلومه محتاج تعرفها، وهو ان انا دلوقتي بقول الامتحان هيبقى معروض الساعه 11 ومده الامتحان ساعه، يبقى المفروض الامتحان ينتهي الساعه 12. ليه بقى الديو ديت بيبقى 12 ونص؟ 12 ونص دي معناها ان انت ممكن اصلا ما تدخلش 11 بالظبط، ممكن مواصلات نت اي مشكله بتلاقي نفسك دخلت 11 و10 11 وربع 11 وثلث. فمش لازم اللينك يبقى يتقفل على 12 بالظبط. اللينك بتشوفه 11 والامتحان مدته ساعه، فاللينك المفروض يختفي 12، بنسيب نص ساعه تانية علشان لو انت دخلت متاخر شويه فيبقى لك فرصه ان انت تدخل عادي، بس برضو الامتحان مدته ساعه واحده بس. تمام. يعني السيف اند سبميت هيحصل له، هيعمل لك سبميت غصب عنك بعد الساعه. لو دخلت 11 وربع الامتحان بتاعك هيقفل 12 وربع، ملناش دعوه ب 12 ونص دي. 12 ونص دي متاحه بس عشان يعني ان انت تسمح ان انت تدخل بعد 11. بس لو حصل ودخلت 12 ونص 11 ونص الامتحان هيقفل بتاعك 12 ونص. لو دخلت 12 11 ونص و5 مش هينفع، الامتحان هيتقفل قبل على 12 ونص. تمام. طبعا دي نقطه المفروض تبقى واضحه. حته 11 وساعه و12 ونص دي بتختلف من امتحان لامتحان. يعني ممكن اقول لك الامتحان هيبدا 10، ممكن اقول لك الامتحان هيبقى نص ساعه، بيقول لك الديو ديت 11. فكل يعني لازم تبقى واخد بالك من المعلومات دي انت داخل الامتحان، تبقى داخل تقرا الحاجات دي. خلاص. هل انت متاح لك كام اتمبت الامتحان؟ هل لازم ادخل 11 ولا ممكن ادخل متاخر شويه؟ المعلومات دي كلها، كل الحاجات دي طبعا المفروض انت ما تتفاجئش بيها اول ما تدخل الامتحان. المفروض يبقى في انستراكشنز بتبعت ليك من الاستراكتور على البلاك بورد كانونسمنت قبل الكويز بيوم باسبوع بفتره، بحيث ان تبقى عارف هل لازم تدخل 11 ولا لا، ممكن ادخل متاخر وهكذا. الحاجات دي الانستراكشنز المفروض تبعت ليك كستودنت. بعد ما تقرا الانستراكشنز المفروض ما تقعدش فيها وقت كتير،
المفروض تبقى عارفها من قبل ما تدخل، بس لو انت مش عارف خالص بتقراها عادي. الامتحان مدته قد ايه، و وانت سيف اند سبميت ومالتيبل اتمبت والديو ديت. بعمل بيجن، اول ما بعمل بيجن الامتحان بتاعي بيبدا. يعني انت لو كنت داخل الويب سايت بتاعك على الساعه 11 عادي، وقعدت تقرا الانستراكشنز دي وتفهمها ومش عارف، خدت 5 دقائق، الامتحان بتاعك بيبدا 11 و5، هينتهي عندك 12 و5. تمام؟ فاول ما بتكليك بيجن الامتحان بتاعك بيبدا. فطبعا يفضل انك تعمل كليك بيجن على طول. طبعا انا بتكلم على طريقه الامتحان اللي هو كان كويز 1، لكن طبعا كويز 2 او الميد تيرم او اي حاجه ممكن يبقى لها شكل تاني، ممكن ما يبقاش فيها ام سي كيو، ممكن ما يبقاش فيها فيجرز وات ايفر. بس ده طبعا مثال لكل البوسيبل كيسز اللي ممكن تجي لك ككويز او كاونلاين كويز. دلوقتي طبعا بالنسبه للكويز اللي احنا خدناه كان عباره عن 3 اسئله ام سي كيو. السؤال الاولاني ده السؤال الاولاني ام سي كيو، السؤال الثاني ام سي كيو، السؤال الثالث ام سي كيو. تمام؟ بالنسبه للام سي كيو جنرالي انت بيجي لك سؤال وبيديك بعد تحتها الاختيارات، ده سؤال وبعد كده تحتها الاختيارات A و B و C. بتختار مثلا اي اختيار اللي انت شايفه ان هو صح، وهو بيعمل لك سيفد. لو ما عملكش سيفد وعايز تعمل انت سيف انسر براحتك، انت ممكن اختار هنا لو هو ما عملش لوحده سيف انسر، انت بتعمل بيتك انت سيف. بس هو طبعا بيعمل سيف بسرعه عشان ايه، ده ام سي كيو مش محتاج بروسيسنج كتير يعني. طبعا السؤال الثالث ممكن تختار اي حاجه، بتك انا سيف انسر هو يعمل لي سيفد. اوكي؟ طبعا سيف دي ان انا كاني السؤال ده راجعته متاكد منه وخلاص. طبعا مش ده مش معناه ان انت لو عوزت تعمله ان هو يبقى زيرو او اي انسر تاني هو مش هيسمح لك، هيسمح لك عادي. بس الفكره ان انت بتعمل سيف عشان لو النت فصل، النت فصل يبقى احنا كده خلاص الاسئله دي انا متاكد ان انا حلتها. تمام؟ هو بيعمل سيف لوحده وانت بتعمل سيف. طيب طبعا انا بجاوب اي اجابه، ما عنديش خلفيه طبعا الاجابه الصح ايه، او انا مش مركزه الاجابه الصح ايه عشان بس ما حدش يفتكر ان السؤال ده اجابته كذا. انا بكليك اي حاجه عشان احنا دلوقتي مركزين اكتر في ازاي بنحل الامتحان. طيب بعد كده نوعيه الاسئله الثانيه اللي هو ممكن يجي لي فيجر كويستشن. بيقول لي فايند ذا فاليو اوف اي اي ان ذا سيركت يوزنج الميش اناليسيس، بس مديني فيجر. مديني فيجر بالمنظر ده وبيقول لي هات لي قيمه الاي اي اللي موجوده في السيركت. تمام؟ باستخدام الميش اناليسيس ميثود. طبعا اتفقنا كطلبه الكترونكس لما يقول لي استخدم الميش اناليسيس ميثود او استخدم ميثود معينه يبقى لازم تحل بالطريقه دي. خلاص؟ مش مسموح لك تحل باي طريقه ثانيه. لو حليت باي طريقه ثانيه ممكن تاخد درجه بس مش الدرجه الكامله. خلاص؟ فكارول لو قال لك استخدم ميثود معينه يبقى هي الميثود دي اللي بتستخدمها. فكرة انك تحل السؤال بأي ميثود تانية ده مش منطقيا مش غلط، بس طبعا ده بيرجع للانستراكتور هل هو هيديك الدرجة كاملة ولا نص الدرجة ولا مش هيديك خالص. ده طبعا بيرجع لكل دكتور. تمام؟ فطبعا ده النوع التاني من الأسئلة. ممكن يجي لي فيجر ويقول لي هات لي unknown value، وطبعا أنا محتاجة يعني أجاوب. فهل أنا أجاوب في احتمالات، في انواع كتيره من الاجابات، ان انت ممكن يجي لك تحت الفيجر هنا تكتب بس ان الاي اي ايكوال 0 او الاي اي ايكوال 10 بس. فلازم تبقى عارف هل وانت داخل الفيجر كويستشن هل المفروض تبقى تكتب الفاينل انسر ولا تكتب الستبس ولا الاجابه تتعمل كفايل. ما انت ممكن تعمل الستبس جوه، يبقى ما عندك هنا مكان بتكتب فيه مثلا الاي اي ايكوال اي 1 ماينس اي 2 والاي 1 ايكوال كذا والاي 2 ايكوال كذا، يبقى الاي 1 ايكوال اي 10 مثلا. دي اسمها الستبس. بيبقى في مكان هنا بوكس بتكتب فيه بتكست عادي، بيسمح لك انت تكتب تكست عادي. فمحتاج تعرف في سؤال الفيجر هل الفاينل انسر بس هي المطلوبه، ولا محتاج تعمل الستبس، ولا انا محتاج اعمل براوز لوكال فايلز. فطبعا كل دي حاجات المفروض تبقى عارفها قبل الامتحان.
الحاجات دي الدكتور قالها لك قبل الامتحان، ما قالها لكش. الفيديو ده الهدف منه ان انت تبقى عندك خلفيه من كل انواع الاسئله، الام سي كيو، الفيجرز، انواع الاجابات، هل محتاج الخطوات، هل محتاج تبقى عارف كل الحاجات دي، بحيث طبعا ان انت ندخل الامتحان ما تتفاجئش باي حاجه، وتبقى يعني ما تتحججش باي حجه، ان انت تبقى عارف كل الاحتمالات وكل الكيسز. طيب بالنسبه للكيس بتاعتنا احنا كان في كويز 1 محتاجين براوز لوكال فايلز، ان انا محتاجه ان انت تشوف السؤال، تبقى معاك ورقه جنبك وبتحل السؤال، وبعد كده بتعمل انت براوز لوكال فايلز، يعني تبعت لي الفايل ده كبي دي اف فايل. فده دي طريقه حل، ان انت تبعت الحل بتاعك كفايل. الحاله دي طبعا بعد ما انت بتخلص تعمل سبميت خالص وبتبعت الفايل، ممكن تشوف الدرجات بتاع الام سي كيو انت حليت صح او غلط، لكن بالنسبه للسؤال ده هيكتب لك جنبها نيد جريدنج، يعني ان انت السؤال ده لسه المعيد هيصححه وهيحط الدرجه، فانت مش هتعرف تشوف الدرجه اوتوماتيك من خلال بلاك بورد. تمام. فالسؤال اللي بيكون فيه براوز لوكال فايلز الدرجه بتاعته ما بتظهرلكش اوتوماتيك في نفس اللحظه اللي انت خلصت فيها الكويز، محتاج ان السؤال ده اجابته تعدى على الانستراكتور الاول او المعيد الاول، وبعدين هو يبعت الاجابه، وبعدين احنا نعرض لك الدرجات. تمام. فهو مش بيتحل اوتوماتيك. طيب في بس معلومه هنا، ان كلمه موديل A، موديل A او موديل B او موديل C، في العادي انت كستودنت كل طالب بيظهر له اسئله مختلفه على الطالب اللي جنبه. تمام. فانت لما بتيجي تبعت الفايل محتاج تقول لي، يعني انت ممكن تحل تكتب خطوات وانا ما اعرفش انت بتحل على انهي سؤال. تمام. فانت محتاج تقول لي، يا اما ترسم الفيجر اللي جاي لك، يا اما تكتب تقول لي انا بحل السؤال اللي هو موديل بي. لما تقول لي بس في الاجابه بتاعتك او في الفايل بتاعك او في الاسم بتاع الفايل انا بحل موديل بي، انا بفهم كده على طول ان انت بتستعمل الفكر ده، وببدا على هذا الاساس بشوف الاجابه بتاعتك. فمحتاج ان انت بالنسبه لسؤال الفجر تعرف اول حاجه هل الدكتور محتاج الفاينل انسر ولا الخطوات، دي اول حاجه. تاني حاجه انا محتاجه منك ان انت تقول لي في اجابتك انت موديل A ولا B ولا C ولا D، عشان ابص على اجابتك يعني ابقى فاهمه انت بتحل انهي سؤال. فيا اما تقول لي انت موديل A او B او C، او ان انت ترسم لي الفيجر تاني في الحل بتاعك عشان ابقى عارفه انت بتحل انهي سؤال. تمام. ثالث حاجه محتاجين نعرفها، ازاي اعمل براوز لوكال فايلز. اولا طبعا انت جالك السؤال قعدت حلته في ورقه، طبعا واخدين بالنا من وقت الامتحان، بتحله في ورقه، في ورقه او اثنين او ثلاثه براحتك، بتصور كل ورقه. بعد كده الثلاث ورقات دول، لو فرضنا انت حليته في ثلاث ورقات، الثلاث ورقات دول او الثلاث صور دول بتبدا تحطهم كلهم في بي دي اف فايل واحد، ودول بتعمل لهم اتاتش كفايل واحد. تمام. فكره ان انت تبعت الـ يعني ممكن اعمل براوز لوكال فايلز، وممكن اعمل كليك لكده للثلاث، سوري، ممكن اعمل اعمل اتاش لصوره واحده. طبعا اللي عايزين نركز بس ان الفيديو ده جنرال، يعني ملوش علاقه بان بالرول بتاع الانستراكتور معين. طبعا انا ليا رول معينه في طريقه الحل. انت طبعا بتعمل براوز لوكال فايلز، بتختار الفايل بيطلع لك هنا اسم، مش يعني لازم الاسم اللي انت عملت له اتاتش يبقى ظاهر هنا عشان تبقى فاهم ان الاتاتش حصل. لو عايز تعمل ايمج ثانيه بتعمل هنا سيركت وتعمل ايه، لازم تستنى لما يظهر لك هنا. دي طبعا طريقه ان انا لو عايزه جنرالي ابراوز لوكال فايلز، يعني انا عايزه اصلا
طيب انا كنت مفكره ان هو بيسمح لي ان انا براوز اتاتش كذا فايل. طيب كويس. فجنرالي انت مسموح لك تاتاتش الفايلز اللي انت عايزها، تمام؟ بس انا كانستراكتور، انا كدكتور الكترونكس، بسمح بس ان الطالب يبعت الفايل بتاعه كبي دي اف. خلاص. ليه بي دي اف؟ لان انت ممكن تبعت، لازم ممكن الحل بتاعك يبقى اكتر من صوره او اكتر من ورقه، فبتصور الثلاث ورقات. لو فرضنا ان هم ثلاث ورقات، بتصور الثلاث ورقات وتعمل لهم كومباين ان هم يبقوا في بي دي اف واحد، وبعد كده بتعمل براوز لوكال فايلز. طبعا بالكومباين ازاي هقولها دلوقتي. لو فرضنا ان انت خلاص عملت كومباين للايمجز، هيظهر لي دلوقتي الفايل اللي انا عامله له اتاتش، اهو الهام شوقي والاي دي وموديل سي. طبعا دي الطريقه اللي انا بفضلها في الحل. فاللي انا بقوله ده كانستراكتور، دي الطريقه اللي انا خلاص مش هسمح غيرها في الماده. لازم تكتب لي الفايل اللي انت هتعمله، لازم يكون بي دي اف، لازم اسمه يبقى اسمك والاي دي والموديل. اللي هيبعت اي حاجه تانية غير كده على البلاك بورد او على الايميل، هو كده بيحكم على نفسه انه مش هياخد الدرجه. ليه؟ لان انا مش المفروض ان انا افضل ادور دي درجتك، كنت المفروض تكون مهتم بيها. انت دلوقتي بعت اجابه، لازم اشوف هو انا اللي افضل ادور طالب ده اسمه ايه والاي دي بتاعه ايه، ولا انت المفروض تقول لي انا اسمي ايه والاي دي بتاعي ايه. طبعا ده دي حاجه اساسيه. ف لما بنيجي نعمل براوز لوكال فايلز، الفايل اللي انت هتسجل اللي انت هتعمل له اتاش لازم يكون اسمه كده، اسمك والاي دي والموديل، تمام؟ طبعا في الاخر بتعمل سيف اند سبميت. بس عايز اقول الطريقه اللي انا بكومباين فيها الفايلز هبقولها بعد ما نخلص، تمام؟ طيب بعمل بقى انا سيف اند سبميت، بيظهر لي هنا بيقول لي يعني بيديني خيارات، بس هو قال انت متاكد يعني انت عايز تعمل سيف اند سبميت لان الوقت لسه مخلص، وتقول له ايه اوكي عادي انا متاكد. ايه بقى اللي بيظهر لي هنا؟ بيظهر لي مين اللي عمل الستودنت اسمه ايه، وايه هو بيسلم ايه اصلا بالظبط، والكورس اسمه ايه، والامتحان بدا امتى وخلص امتى، والديو ديت بتاعه امتى، تمام؟ وهو كده خلص في 11 دقيقة من الساعة. كلمة ليت دي طبعا اللي هو الامتحان اصلا كان ابتدى 11 وانتهي 11، وانا دلوقتي بسلمه اصلا في يوم تاني، اصلا يوم تاني تاريخ تاني مختلف خالص، تاريخ متأخر. فدي الصفحة اللي بتجيلك بعد ما تعمل سيف اند سبميت، بيظهر لك طبعا الصفحة عادي، يعني انت كده خلاص عملت سبميت. انت بتعمل بعد كده بقول لك كليك اوكي تو ريفيو ريزلتس، بعمل اوكي عشان يقول لي الاجابات الصح بتاعتي والاجابات الغلط. طبعا هنا بيقول لي في السؤال الاولاني او الثلاث اسئله بتاع الام سي كيو، بيقول لي 0 اوت اوف 1، 1 اوت اوف 1، 1 اوت اوف 1، يعني الاجابه دي صح والاجابه دي صح والاجابه دي غلط. في بعض الويب سايتس بيقول لي غلط ويقول لي ايه الاجابه الصح، بس يعني في الويب سايت ده ما بيقوليش. بس ده بالنسبة لسؤال الام سي كيو، ده اللي هو بتشوف الدرجات بتاعتك. بالنسبة لسؤال الفيجر بيقول لي هنا نيدز جريدنج، يعني محتاج لسه الانستراكتور يبص على السؤال ده ويشوف اجابتك، وبعد كده بيبدأ يحط الدرجة، فمش هيظهر لك الدرجة بتاعته. اوكي. بعد كده بتعمل اوكي عادي. لما انت بتعمل اوكي يبقى انت كده خلاص الامتحان، خرجت من الامتحان. في بعض المشاكل هبقول برضو حته ان بكومباين البي دي اف ازاي، بس في بعض المشاكل بتظهر للطلبه اثناء الامتحان، وهو ان مثلا السؤال الام سي كيو كله ما كانش بيبقى ظاهر في السكرين كلها. طبعا انا مسموح لي ادخل في اي وقت عادي، يعني مثلا كان بيبقى ظاهر له كده الكلام ده وما كانش مثلا ظاهر له الاجابات كلها. فطبعا كان الحل بتاع ده ان الطالب لو هو داخل بالكمبيوتر الاجابه بتبقى واضحه عادي، لكن لو كان طالب داخل بالموبايل بيحتاج بس ان هو يفليب السكرين، ان هو بيقلب الشاشه للوضع الافقي عشان خاطر ان هو يشوف الاجابات. اوكي.
طيب دي كانت معلومة كنا محتاجين ان احنا نقولها، حتة ال ان انت تفليب السكرين لو الاجابة مش ظاهرة. بعمل ميرج ازاي؟ في ويب سايت، اتمنى طبعا الويب سايت ده يبقى ظاهر، في ويب سايت اسمه png.pdf.com. ده ويب سايت بيسمح لك ان انت تميرج ايمجز مع بعض. طبعا انا ام اسيومنج ان انت بتحل في ورقه فبتصور، فانت في الاخر الاجابه على هيئه صوره، تمام؟ فبتعمل ابلود فايلز، الصور بتاعتك دي دلوقتي المفروض ان هي على التليفون وتحطها على الكمبيوتر، او لو انت اصلا هي على التليفون فخلاص، تمام؟ ببراوز الاماكن الايمجز اللي انا عايزها، لو نفرض مثلا الايمجز دي، طبعا انت مش هنحط الايمجز عشوائي، المفروض ان انا دي الاجابه السؤال الاولاني، يعني الاجابه الخطوات بتبقى دي الخطوه الاولانيه. مش مشكلة بس كلير كيو، نعمل بس ابلود الفايلز تاني. فده الويب سايت اللي بنعمل فيه ميرج للفايل. طبعا انت ممكن تختار اي طريقة، يعني انا بس دي طريقة للي مش عارف يكومباين الايمجز كبي دي اف، لكن لو انت عندك طريقة عادي، في ناس كتير كانت بتعمل بطريقة تانية. المعلومه اللي عايز اقولها بس واحنا بنعمل ابلود فايلز، ان انت دلوقتي دي مثلا سيركت 3 سيركت 2 سيركت 1، ونفرض الاسامي دي منطقيه، المفروض ان احنا نرتب الايمجز اللي بتتعمل عشان يظهر لي الاجابات بتاعتك الستبس بترتبها، فاهمني؟ المفروض يجي لي سيركت 1، بتكليك عليها بس كده، سيركت 1 سيركت 2 سيركت 3. يبقى انا كده بفهم منك ان انت الخطوات بتاعتك ماشيه منطقيه. بعد كده بعمل ايه؟ كومبايند، يعني انا بكومباين الاثنين دول مع بعض، بيقول لي اعمل لها سيف. بعد ما اعمل لها سيف بروح اعمل لها رنيم عشان تظهر لي بالاسم اللي انا الفورمات اللي انا عايزاه، اللي هو اسمك اندرسكور الاي دي اندرسكور الموديل، تمام؟ طبعا في نت او ما فيش نت مش مشكله، يعني واضح ان في مشكله. طيب فكره برضو لما بيبقى انت اثناء الامتحان عندك مشكله في النت، النت فصل فجاه وانت ليك اونلي وان اتمبل، بتعمل ايه؟ طبعا النت فصل فجاه، يعني الام سي كيو بتحلها في ما فيش، المشكله كلها تكون في سؤال الفجر، لان سؤال الفجر بيبقى عليه درجات كتيره وعليه خطوات كتيره، فممكن النت يفصل اثناء ما انت قاعد بتحل. فببساطة لو فرضنا يعني النت فصل، انت بتبقى كاتب الفيجر، تكتب سؤال الفيجر قدامك وبترسمه، ولو النت فصل وما عندكش غير قول لي وان اتمبت، بتبعت الحل اللي انت صورته، مش محتاج تبعت تعمل براوز لوكال فايلز، تمام؟ لو النت فصل بتبعت على الايميل بتاعي، لو النت ما فصلش بتبعت على البلاك بورد عادي اللي هو براوز لوكال فايلز، اوكي؟ طبعا دي كل المشاكل اللي ممكن تقابلك في الكويز. اول حاجه لازم تعرف اللينك بتاع الكويز، تاني حاجه لازم تعرف الكويز هيبقى مشون على البلاك بورد الساعه كام بالظبط، تبقى عارف برضو الانستراكشنز الخاصه بالكويز، الكويز مدته قد ايه، بعمل سيف اند سبميت، الديو ديت بتاعه، يعني انا مسموح لي ادخل 11 بالظبط ولا ادخل 11 متاخر شويه. دي بالنسبه للاستراكشنز. الامتحان لازم تعرف هو ام سي كيو ولا فيجر، لو ام سي كيو سهل، لو فيجر هل بتبقى عايز تعرف هل هو خطوات، ولا هتسلم الخطوات، الخطوات تتحسب عليها، ولا محتاج الفاينل انسر بس. في بعض الفيجرز او في بعض النماذج بتكتب الخطوات عادي على البلاك بورد لو كان سؤال سهل. في بعض الحالات لو كان الخطوات صعبه او طويله، بنضطر ان احنا نعمل براوز لوكال فايلز او بنأتاتش الاجابه بتاعتنا كفايل. كل الانستراكشنز دي او كل البوسيبل كيسز دي بتسالها للدكتور قبل ما تبقى داخل الامتحان، او الدكتور بيبعتها لك انستراكشنز كانونسمنت على البلاك بورد.
طيب بالنسبة للبراوز لوكال فايلز، انت بتصور، بتجاوب على جنب في ورقة، بتصور الورق، بتكمباين الورق ده كله، الحلول بتاعتك في ايمجز كبي دي اف فايل بأي طريقة او بالطريقة اللي انا قلتها من خلال الموقع ده. بترينيم الفايل، لازم ترينيم الفايل، ولازم تكتب الموديل بتاعك انت، طبعا موديل ايه او موديل بي او موديل سي. طبعا بتبقى ظاهر على، انا ببقى كاتبه جنب الفيجر او جنب سؤال الفيجر ده موديل ايه ولا موديل بي ولا موديل سي. في حاله لو انت اصلا الفيجر ما كانش ظاهر فيه موديل ايه ولا موديل بي ولا موديل سي، في الاجابه بتاعتك لازم ترسم الفيجر اللي كان جاي لك في السؤال. يعني لازم تقول لي انت بتجاوب انهي سؤال، تمام؟ مفيش حاجة اسمها خطوات، لازم ترسم الفيجر اللي كان موجود في الأول، يا ترسم الفيجر وتكتب السؤال يا تكتب لي اسم الموديل. تمام؟ فأنا طبعًا تسهيلًا أنا هكون كير إن أنا أكتب أصلًا اسم الموديل على السؤال، موديل إيه أو موديل بي أو موديل سي، وأنت بس هتعمل لي رنيم للفايل موديل إيه أو موديل بي أو موديل سي عشان خاطر ما تضيعش وقت في إنك تكتب السؤال تاني من الأول أو ترسم الفيجر من الأول. تمام؟ بس موديل إيه لازم يتكتب، موديل ويتش موديل، لازم أعرف المعلومة دي. يا اما اعرفها من اسم الفايل موديل ايه او موديل بي او موديل سي، يا اما اعرفها من لما افتح الفايل الاجابه بتاعتك مكتوب فيها الكتابه السؤال نفسه والايه والرسمه. تمام؟ فكره النت لو فصل، النت لو فصل بتبعت لي الاجابه بتاعتك على الايميل بتاعي، والايميل بتاعي موجود على البلاك بورد، والاجابه بتبعت لي بتبعت للدكتور بس ما بتبعتش للمعيد. تمام؟ دي بالنسبة لو النت فصل. بس يعني طبعا انت لما بتيجي تبعت بتبعت في الديو ديت بتاع الامتحان، ما بتبعتش مثلا النت فصل فبتبعت بقى الساعة 10:20، لا ما مش للدرجة دي. احنا دلوقتي في امتحان اونلاين، يبقى عاملين حسابنا على كل حاجة، قاعدين في مكان فيه نت، قاعدين في مكان ما شور ان فيه نت فيه، بتبعت في خلال وقت معين، مش مسموح لك تبعت خلال طول النهار. يعني الامتحان من 11 بينتهي 12، المفروض تبعت 12، الدكتور بعت لك ان انت ممكن مسموح لك انك تبعت على الايميل في وقت بعد 12 عادي، بس لازم تبقى عارف الوقت ده ايه، 12 12 ونص، واحدة، مش مسموح لك تبعت على النت في اي وقت انت عايزه لان ده امتحان.